تلاقي ان بعض الفنانين يقول لك لا ما طلعش من غير مكياج، ما طلعش وحشه، وخصوصا اللي مشهورين بحلاوتهم في السينما. طب ما انا هقول لك، انا في الحلميه الاجزاء الاخيره، فاكره انت الجزء دي كانت الرابع؟ برضو مغامره منك خالص. لا انا بتكلم بقى في البدايات، يعني دايما يقول لك لا انا مش عايزه اطلع من غير مكياج، مش عايزه اطلع تخينه، عايزه اطلع حلوه، مش عايزه اطلع ام ويكبروني والحاجات دي كلها. لما جالك الادوار دي ما كنتيش قلقانه من ان انت تعمليها؟ مستحيل، لانه انا افتكر انه في مره من المرات مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه في الجزء الرابع ده، لما حصل تطورات للشخصيه قلت له يا استاذ لو عايزني احلق قرع خالص بدون شعر هحلق. انا بموت في الكاركترات اللي هي فيها يعني شغل جديد، واني ابقى متلونه، اني اطلع امكانيات من جوه. الصوره اللي بره دي الصوره، لا الفنان من جوه، الكاركتر اللي بيقدمه، الشخصيه اللي بيقدمها، فين الابداع؟ ده انا ابدع في دور انا مش معروفه بيه، او يفاجئ الناس ان انا بعمل حاجه غريبه وجديده بالنسبه للمشاهد، ده نجاح بالنسبه لي. لكن اللي عايز يفضل متزوق كده على طول يشتغل موديل بقى، ما يشتغلش فنان. وده اللي خلاكي بعد نزجس اللي حضرت ترفضي ادوار كتير جاتلك بعدها، ان حسيتي ان المخرجين والمؤلفين بيجولك على الشخصيه دي، شخصيه الهانم، شخصيه نازج، الشخصيه الارستقراطيه القويه المتحديه، حسيتي ان انت مش عايزه تحصري نفسك وعايزه تخرجي من القالب ده وترفضي ادوار كتير؟ ده صحيح، لانه اتكررت كتير قوي، كل ما اقرا دور الاقي شبهه. لا ما انا اصل الحلميه وشخصيه نازك دي مش هتتكرر تاني. حتى لما لعبت الهوانم عملتها بشكل مختلف، عملت برضو الهانم بنت القصور والتربيه الارستقراطيه اللي العيله فرض عليها يعني نظام معين او سلوكيات معينه للفتره دي من الزمن، انه يجوزوها جواز العائلات ولازم تتجوز ولازم فرضين عليها قيود. فكانت شخصيه متمرده، فعملتها بشكل مختلف عن شخصيه نازك، ولكن كفايه كده بقى. كفايه، مش هقدر اكرر نفسي. لا واحنا هنا قاعدين دلوقتي الناس ماشيه على كوبري ستانلي عماله تقول يا نازك يا ليالي الحلميه، ده بيضايقك ولا يفرحك ان بيختزلوا كل ادوارك في نازك السلاح ده؟ شخصية نازك فرضت نفسها، وفرضت نفسها مع كل الأزمنة. خلاص شوفي بقى لها كم سنة ومع ذلك عايشة، ومع ذلك بصمتها موجودة جوايا ومش عايزة تفارقني، والناس بيندهوري باسم نازك لغاية دلوقتي زي ما انت سمعتي من شوية. فأنا يعني بالعكس، نازك دي جزء مني وحبيبتي، هتفضل ملازماني العمر كله، لانه العمل ده اسطوري ومش هينتهي. وكل ما بيذاع كل الناس ما بتحبه، اجيال جديده بتتابعه ما كانوش شافوه قبل كده ولكن حبوه. فهتفضل موجوده، هتفضل شخصيه نازك. ولكن طبعا انا بتمردي كممثله من جوايا، لا اتمنى العب ادوار مختلفه وادوار مؤثرة وأدوار لها بصمة. وللأسف الفترة الأخيرة دي يعني أنا رفضت أعمال كتير جدا مش لاقية نفسي فيها، ما حبيتهاش.